في سلطنة عمان كشف المدعي العام خلال المؤتمر السنوي للادعاء العام عن عدد قضايا الفساد والمتعلقة بالمساس بالمال العام خلال العام الماضي. أوضح المدعي العام بأن طبيعة القضايا في تفاصيلها تتعلق باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له أو لغيره في 33 قضية، بينما جاءت 26 قضية لجريمة استعمال الوظيفة لجلب منفعة، و120 قضية لجلب المنفعة للغير، وتسع قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات عن قصد. من مسقط ينضم إلينا الصحفي سالم الجهوري. سيد سالم، أهلا وسهلا بك معي في نشرة الرابعة. يعني لعلي أبدأ معك بقراءة في هذه الأرقام التي عرضت من قبل المدعي العام الحكومي في إطار الخطة المعتمدة من السلطنة الآن في برامجها لمواجهة الفساد. نعم، هذه من القضايا المهمة التي يكشف عنها المدعي العام سعادة نصر بن خميس الصواعي، وأنا في نظري أن هذا المؤتمر يمثل نقطة مفصلية مهمة في مسيرة أيضا تأكيد الشفافية والنزاهة في الأداء الحكومي في سلطنة عمان، وكذلك في مراقبة سلوكيات المجتمع. هناك فعلا كما ذكر اليوم 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام باستغلال المسؤول الحكومي، وهذه الأرقام التي يعني تمثل في نظري نقطة مهمة تكشف عن أعداد المسؤولين الحكوميين الذين يعني اقتربوا من المال العام، إضافة إلى 26 قضية أخرى لأيضا استعمال الوظيفة الحكومية، و120 لجلب المنفعة للغير، وثمان قضايا للإخلال بالوظيفة العامة أو الإخلال بالعام. هذا يأتي في إطار رؤية عمان 2040، والتي تحاول فيها حكومة سلطنة عمان محاصرة الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وهناك يبدو أنها إجراءات في الطريق للحد من هذه الظاهرة وتقليل الأعداد، ومحاولة أيضا خلال السنوات المقبلة من خلال المؤتمرات الصحفية التي سيعقدها الادعاء العام تبيان هذه الأرقام إن كانت في تصاعد أو في تناقص. حتى هذه هي النقطة، لا تعتبر أرقام كبيرة مقارنة بالقضايا الأخرى السابقة في أعوام سابقة التي رصدت من قبل الأجهزة المعنية في السلطنة، وهنا ألا يدلل ذلك على أننا أمام حجم كبير من الاختلال في الأجهزة الحكومية اليوم؟ نعم، يعني أنا أتفق معك بأن هناك اختلال في هذه المسألة، لكن يبدو أن الحكومة العمانية مصممة جدا على محاربة الفساد ومحاصرته خلال هذه الفترة، لأنها لن تعطي عمان فرصة في حالة وجود مثل هذه الظاهرة لترويج الاستثمار وأيضا جلب يعني رؤوس الأموال وأيضا المستثمرين من خارج عمان. إذا ما بقيت هذه الأرقام في تصاعد في الفترة القادمة، هذا بالنسبة للحكومة العمانية الآن تحدي كبير جدا في تقليل هذه الأعداد في الفترة المقبلة، خاصة وإنها تؤخذ على محمل الجد في مؤشرات ومدركات التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. عمان تسعى لأن تكون أيضا صفر في هذه يعني في هذه القضية بالذات، قضية الإخلال بالوظيفة الحكومية وقضية اتهام مسؤولين حكوميين. في الفترة الماضية كان هناك يعني عدم الإفصاح عن هذه الأرقام، لكن اليوم نحن نحتاج إلى هذه الأرقام، وأدركت الحكومة أنه من الضرورة أن تكون هناك نقاط واضحة في مسيرة الشفافية، والتي أرادها السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الأمور في عمان بعد السلطان الراحل السلطان قابوس. أدرك بأن الفساد واحد من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة السلطنة، سيد سالم، أنت كيف تقيس أصداء هذه العملية وهذا الإعلان من قبل المدعي العام في الشارع العماني، الشارع العماني الذي كان له كثير من الملاحظات على توجه الدولة أو سياساتها في مواجهة الفساد، وكذلك الإعلام العماني الذي يعتبر واحد من ممكنات مكافحة الفساد المعتمد من قبل السلطنة خلال المراجعة الأخيرة في برامجه؟
نعم، يعني اليوم هناك ارتياح من لمجرد الكشف عن قضايا فساد المسؤول الحكومي، هذا يمثل نقلة مهمة بالنسبة للمواطن العماني. غدا وبعد غد أنا أتحدث بشكل يعني عام وليس تحديدا غدا، المرحلة المقبلة هناك نية للكشف عن أسماء هؤلاء الذين يتم الحكم عليهم في قضايا فساد وفي قضايا أيضا يعني هل هناك توجه لهذا الكشف؟ لأن ذلك ربما يعيدنا إلى القضية الكبيرة التي حصلت في 2001 في عمان، يومها تم الإعلان عن أسماء مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وفي أجهزة أيضا كبيرة في الدولة. نعم، هذا المسار حكومة سلطنة عمان ماضية فيه، وبالإمكان استنساخ تجربة عام 2001 خلال الفترة المقبلة. ربما ضعف الرقابة على بعض المؤسسات الحكومية في ذلك الوقت أدى إلى مثل هذه الأحداث، لكن الآن هناك جهاز الرقابة المالية وهناك أيضا مطالبات بإيجاد جهاز لمكافحة الفساد بشكل كبير، هناك أيضا تسريع في الحكم أو في محاكمة من يتورطون في المساس بالمال العام، ليس على هذا المستوى فقط وإنما في مستوى كل القضايا. لو لاحظنا في المؤتمر الصحفي بأن المدعي العام أكد بأنه تم إنجاز تقاضي ما يقارب من 96.4 من القضايا التي قدمت إلى الادعاء العام في عام 2021، وتبقت ما يقارب من 3.6%، وهذا بالنسبة لي أنا كمراقب إنجاز حقيقة يحسب لجهاز الادعاء العام، وأعتقد بأن هذا سيسرع من الانتهاء من كل القضايا في نفس السنة حتى لا ترحل السنوات التالية. يوم سلطنة عمان ربما بهذا في حدود 55% من هذه القضايا خلال هذا العام، العام الفائت. بهذا الإعلام ربما تنضم إلى مجموعة من الدول الخليجية التي تبنت استراتيجيات حازمة ربما في مواجهة الفساد. هذا الأمر إلى أي مدى يمكن أن يؤثر من ناحية تنسيق تبادل التجارب والخبرات بين دول الخليج في مواجهة الفساد سيد سالم سريع؟ هي تعمل سلطنة عمان تعمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون حول منظومة واحدة، الفساد ليس في عمان فقط أو الإخلال بالوظائف أو المساس بالمال العام في السلطنة ليس في سلطنة عمان فقط وإنما في جميع دول مجلس التعاون منها المملكة العربية السعودية، والخطوات الجبارة التي اتخذتها خلال سنتين الماضيتين في الكويت وفي أيضا دول أخرى، وكل يوم نحن نتابع هذه القضايا. في نظري أن دول مجلس التعاون أيضا هي تنسق في هذا الجانب، وأيضا عليها أن تقدم يعني علاج كامل وعلاج يعني لجميع هذه القضايا في المرحلة المقبلة، خاصة إنها تمثل منظومة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، والعالم ينظر إليها بشكل مختلف تماما من حيث النزاهة ومناخ الاستثمار وأيضا ممارسة التجارة كسوق خليجي كبير له ثقله إلى جانب الثقل السياسي على المسرح الدولي. أشكرك شكر جزيل على تواجدك معنا الصحفي سالم الجهوري من مسقط.